بسم الله الرحمن الرحيم. دائما لازلنا في برمجة الفوتر أو الجزء الأسفل من الموقع. قمنا إن شاء الله بموقع الحركة الانتقالية، ومن بعدها سنقوم إن شاء الله ببرمجة روابط القناة الموقع، روابط الموقع على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي برمجة إن شاء الله برمجة إن أوردر ليست تحتوي على جميع مواقع التواصل الاجتماعي UL. فوالا، إذا UL سنمرر لها إن شاء الله كلاس فوتر سوسيال، سأسميها للCSS إن شاء الله. سأحتاج للCSS، وبالتالي سأقوم بإعطائها بعد اسم فوتر سوسيال، كما فوتر سوسيال كنا تطرقنا إلى الفيديو ما قبل الأخير إلى أنسوير فونت أنسوير للحصول على الصور التي تدلنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم سأقوم للتذكير بأن هذه الليست يجب أن تكون إن شاء الله في السياسس إنلاين، ولا في نفس الخط، لأن إن أوردر دائما تعطينا. إذا ستحتوي إن شاء الله على ليست آيتم. إذا ليست آيتم هي عبارة عن روابط، وبالتالي سأبرمج ولا دائما الرابط خصنا أشغف. الآن لا يوجد عندي مكان أذهب إليه، وبالتالي سأقوم بإعطائه ديز ثم إيطاليك للحصول على إيطاليك، ثم سأمرر الكلاس المعروف بفونت أنسوير. إذا كلاس فونت أنسوير أند بوتستراب، وبالتالي سيكون عندي FA دائما تبدأ بفونت أنسوير، فونت أنسوير ناقص، ثم سأعطيه فيسبوك مثلا، فيسبوك إن شاء الله. ولا إذا للاختزال كنترول سي، ثم إن شاء الله فير الجميع إن شاء الله كنترول في كنترول في كنترول في. وهنا إن فيسبوك مثلا، تويتر، ثم يوتيوب، هنا يوتيوب بدون استعمال صور، بدون استعمال اي شيء، يوتيوب مثلا، موقع اخر اللي هو لينك، فوالا لينكد ان فوالا ان شاء الله. اذا ساقوم بالتسجيل والتحقق من الاشياء التي برمجتها. ورايا بسم الله. اذا لاحظ فوالا، إذا جيد، موقع الحركة الانتقالية. ثم الهدف من التطبيق هو تيسير الحصول على مستخدم متبادل من نفس الاختصاص في المدينة المطلوبة وتدبير طلبات الانتقال. ثم هناك الروابط، لينكد إن، يوتيوب، تويتر، فيسبوك، يمكن أن أضيف انستغرام وإلى غير ذلك من المواقع التواصل الاجتماعي. سأتحقق من الريسبنسيف، وبالتالي سأقوم بتصغير المتصفح. فوالا، لاحظ الحمد لله الموقع حسن. فوالا، إذا شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل الذي سنتطرق إلى برمجة الاتصل بنا عبر الهاتف، وإضافة إيكون الهاتف يتصل بنا عبر الإيميل، وإضافة الإيميل إكسترا، ودائما باستعمال هذا الملف الجميل جدا، فونت أنسوير، فونت أنسوم أوسوم، فونت أوسوم. فوالا، قمنا باستعمال فونت أوسوم بوامين بوان سيسس. إذا شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل إن شاء الله لبرمجة كونتاكت أس أو اتصل بنا. شكرا.